هسألك حاجة، وانت موجود في الجهاز الفني لنادي الزمالك، مفهوم جدا انه في مستحقات بتتأخر على اللاعبين، ممكن على الجهاز الفني، بنسبة كام في المية ده كان بيأثر على اللاعبين في أرض الملعب؟ كتير، عشان دي نقطة مهمة، الجماهير أحيانا ما بتاخدش بالها منها. ما أقول لك حاجة برضه، ما احنا بشر أو اللعيب بشر أو صح، فليه ليه كل واحد ليه التزاماته على قده، على قده حلو على قده دي، عشان الناس ما تفهمش الجمله دي برضو، واحب اوضحها دايما. زي يقول لك ده بيبقي يا عم، ما تعرفش مثلا فاتح كام بيت ابو اخته، صح، يعني ما تعرفش وظيفه ايه، صح، فاهم؟ فضغوط عليه، التزامات عليه، اصوات عليه عليه عليه، ما حد يقول لك يا عم ما هو كل واحد، والله ليه كل واحد ليه يعني ليه حاجه ما تعرفش، فممكن تستحمل شويه شهر اتنين تلاته اربعه، غصب عنك بيبقى فيه ضغوط. في يعني لعيبه جت قالت لك انا مش قادر عشان انا عندي الضغوط ديت. اه طبعا، في الفتره اللي انا كنت فيها، ما انا اقصد الفتره دي. لا. في كتير كمان، مش واحد ولا اثنين. انا قلت لك كده، في ماتشين، ماتش المريخ والمصري، سبع لعيبه مش موجودين، مش عايزين يلعبوا. سبعه عشان مش قادرين، في ثلاثه اربعه مش قادرين. من الضغوط كمان بره، بعد ماتش بلوزداد، انت خارج من افريقيا على برضه ما فيش رئيس نادي، كان مش 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 موجود، على ما فيش مجلس، ما في الاداره مش موجوده، الجهاز الفني ماشي، انت جاي مؤقت، والناس عارفه ان انت ماشي، اللعيبه ماشيه، فانا احرق نفسي ليه مثلا مع اسبوع ولا اسبوعين، وفي واحد يعني في جهاز جاي، يعني فاهم قصدي؟ فهي دي كانت مشكله، سواء ماديه او غير ماديه. ودي تخليك انت تعاني كمان كمدير فني، يعني انت دلوقتي انت مش بتشتغل، ده ادرك ونصيبك يا كريم، صح. انت يعني ده رزق ونصيب. وانا قلت لك كده، قلت لك لو رجع بيا زمن تاني هقول برضه مش همشي، هتحمل يعني مسؤوليه، وهعمل نفس اللي عملته، ان انت هو ده اللي موجود. هتلعب بالعشرة، هم دول العشرة اللي عندك، بتبص عندك ما فيش حد، هم دول. هتعمل خارج من فتره بدنيا، اللعيبه مش واقفه على رجليها، اللي كانوا بيلعبوا، طب فما بالك بقى سبعة ثمانية بيلعبوا جديد مش بيلعبوا، صحيح، ماشي، صحيح. انت بتأدي بشكل كويس جدا في الاول، وبتجيب اهداف، انت جبت في الماتشين اللي هم بتاع المريخ والمصري مثلا هدفين، منهم هدف هنا وهنا في اول 11 ثانيه، ايوه، وهنا بعد 3 دقائق تاني، وهنا بعد 12 دقيقه يوسف ماتش سيف ماتش المصري، انت في شوط تاني بيحصل عنك غصب عنك بدني، انت بتقع، مش هتبقى هتعمل ايه؟ هتبص كده، كلهم يعني كلهم كان في بره من الدكه، مين شيكابالا بس، وده كل ناشئين، طب هتعمل ايه يعني؟ هتعمل ايه؟ هتعمل بعدين، انت مش بيدك حاجه. انت واخد تركه كانت صعبه، في ظروف صعبه نفسيا، ما فيش رئيس، ما فيش دوله، ما فيش في لعيبه كتير ناقصه جدا، سبعه في كل ماتش، ماتش البنك 12 لعيب، المريخ والمصري سبعه، هتعمل ايه؟ ما عندكش الا كده، فاهم؟ وفي لعيبه مش قادره، الناحيه البدنيه، ما هي دي، ما انت بتخسر في الاخر ناحيه بدنيه مش اكتر من كده. حتى الونش لسه راجع من اصابه، الونش عندك الاربعه اللي ورا، وفجاه لقيته توصل الملعب، السبعه دول مش الاساسيين، عبد الله جمعه ما كانش بيلعب من السنه اللي فاتت، شعبان ما بيلعبش من شهر واحد لما كان في سموح، بالحاج من شهر واحد من ايام ما كان في اسوان، كان رؤى فتره كده مش بيلعب، سيف جعفر لعب اخر ماتشين، الونش اخر مباراه، اول مباراه لعبها الماتش اللي قبله بتاع بلوزداد، فلسه جاي من اصابه طويله. عمر جابر كان بقاله شهرين مش بيلعب مع الراجل، برضه رؤى، يعني هتلاقي سبعه ثمانيه في الملعب بقاله فتره كبيره جدا مش بيلعبوا. فالطبيعي انت النهارده الراجل مغير امتى؟ في الدقيقه 60 مثلا، عملت تغييرتين، صح؟ انت في الدقيقه 60 عندك عشان تيجي تغير، هتنزل مين؟ الجرف البدني بينزل، طب هتعمل ايه؟ مفيش. وبعدين برضه كان في الوقت ده انت كنت مستباح من كل حته، فبس انت ادرك، وانت ادرك، ونصيبك انت اللي شايل، انت اللي مستباح، انت بتتكلم عن نفسك يعني. لا انا بس بفهم، مش بتكلم عن النادي، انا بتكلم عن انت مستباح، كل والله برضه النادي برضه. لا بس انت مستباح، اللي هو راجل بيشتغل، راجل ما بيشتغلش، راجل عمل وراجل زعل، حتى المريخ ما حدش قال لك حتى شكر، لا مش حتى، ولا النادي، ولا حتى الناس اللي بتوع القناه بتاعه النادي، ولا ممكن كان مثلا مستقطر عليك شويه ممكن، بس انا كمان الناس كلها عارفه ان انا ماشي بعد يوم ولا اثنين، يعني بعد اسبوع اثنين، وفي الاخر نادي الزمالك اللي بيكسب. فما انا ساعتها قلت برضو، ما انا يعني هو ربنا عايز كده. جيت وقت صعب، اللي بيفهم عارف، شايف اللي في نقص قد ايه، الظروف عامله ازاي، وما كانش ينفع احسن من اللي حصل.